طيب lesson 3 يا جماعة operation on vectors. هنبتدي بقى ناخد الفيكتورز على شكل رسومات ونبتدي نعمل لها بلس او ماينس طبعا. طيب اول حاجة adding vectors لما اجي اقول AB plus BC يعني AB vector plus BC vector يبقى مين البداية والنهاية؟ AC ده triangle group اللي هو AB vector plus BC vector يديني AC vector مش كده؟ الشروط الادنى ان لازم اللي في النص يبقوا زي بعض يعني بي وبي لازم اللي في النص يبقوا زي بعض اللي هم بي وبي الانسر بتكون الاولى والاخيره زي في الماتريكس في المالتيبلاي ماتريسيز طب يعني حاجه شبهها فاحنا هنا اي بي بلس بي سي اللي هي بتديني اي سي من شروطها وخدوا بالكم ان الكونديشن اللي انا بقوله ده مهم جدا هيفيدني بعد كده في حل المسائل نوتس AB plus BA تديني AA اللي هي زيرو فاكتور. الكونديشن موجود اللي هي BB والانسر الأولى والأخيرة AA يبقى زيرو فاكتور. لو جيتوا بصيتوا على الرسمة هتلاقوا الكلام اللي أنا بقوله ده منطقي جدا. ليه؟ لأن AB وبعدين BA رجع تاني يبقى بالنسبة لنا الديسبيسمنت اتحرك ما اتحركش يبقى زيرو فاكتور. AB vector طبعا equal negative BA vector ليه؟ النورد زي بعض بس الدايركشن مختلفة فونس ان انا قلت الدايركشن مختلفة يبقى غيرت السطر. Opposite direction equal equanimity. AB plus BC plus CA بص على الرسم AB plus BC plus CA زيرو فاكتور منطقي ليه؟ لان انا بتعمل تاني من نفس الستارتنج بوينت بتاعتي. ماشي كده يا روان؟ طيب لو عندي بندلين AB plus BC امشوا كده ورا اللي انا بقوله يعني بصوا كده AB plus BC plus CD plus DE plus EA بجد نفس النقطة صح؟ يبقى زين لو انا وديت الـ EA الناحية التانية بالماينس ينفع الغير دي ما تبقاش نيجاتيف؟ لا ينفع لو عملتها سويتش يا جماعة لو خليتها AE مش احنا لما بنبدل بنغير ساين بدل ما ايه ايوه الدايركشن بتتغير فهتبقى اي اي فانا هنا بدل ما خليتها ايكوال نيجاتيف اي اي عملت سويتش خليتها اي اي بالبوزيتيف خدوا بالكم عشان اللعبه دي هنلعبها كتير قوي ايوه فغيرت الدايركشن عكست الساين اول ما بغير الدايركشن بغير الساين لو كانت نيجاتيف تبقى بوزيتيف لو كانت بوزيتيف تبقى في مشكلة كده يا جماعة؟ طيب لو عندي parallelogram rule AB plus AD يديني AC ماشي؟ طيب هل ممكن أشيل الـ AC دي وأخليها 2AM؟ ولا حد هيزعل؟ حلو قوي نيجي بقى نرد على سؤال عمرو عمرو بيقول لي إيه يا مستر AB plus AD تديني AC ليه؟ تعالى نفكها يا عمرو تعالى نشوف ال A B دي مش equivalent لل B C يعني انت لو قلت A B plus B C تديك مين؟ تديك A C طب ما انا بدلت بدل ما كتبت B C كتبت A D هما parallel و same direction والماجنتيود قد بعض فبدل ما انا كتبتها A B plus B C تديك A C لا كتبت A B plus A D تديني A C ايه انت دلوقتي عندك لو بصيتي على الرسمه دي اي بي بلس بي سي تديكي مين؟ اي سي طب ما هو البي سي ده ايكوال ان ماجنتيود وسيم دايركشن مع الاي دي فبدل ما كتبت اي بي بلس بي سي كتبت اي بي بلس اي دي هتديني نفس النتيجه اوكي؟ طيب اي دي هي ايكوفلنت لبي سي فعشان كده انا قلت AD plus AB plus AD يديني AC في مشكلة؟ طيب هنا أنا بقول إن الـ AC equal to AM ليه؟ عشان bisect each other و same direction و equal in magnitude فبدل ما قلتها AC قلتها 2AM فبقت AB plus AD بدل ما هي equal AC ممكن تبقى equal to AM
اللي انا بقوله ده يا جماعه مفيش حاجه منه صح وحاجه منه غلط، هي كلها اوبشنز بديها لك عشان لما تيجي تحل المسائل وتيجي تشيل وتحط توصل اللي هو عايزه. فانا بديكوا كل الاوبشنز، ممكن تحط ايه ده صح ده صح. يعني مثلا لو جيتي مثلا في المساله قلتي اي بي بلس اي دي ايكوال اي سي، ماثيماتيكلي ما اقدرش اقول لك غلط، بس ممكن ما تفتكيش في المساله، فلازم تبدليها بحاجه تفيدك. نعم حقيقي هتقعدي تجرب. معلومه مهمه جدا يا جماعه هنستخدمها كتير قوي، لما يكون عندي فيكتور ايكوال رقم فيكتور يعني ايه ايكوال 2 بي، ده معناها ان الاي والبي بارلل. اوكي a equal 3b يبقى a parallel to b. طب لو a equal negative 3b يبقى معناها parallel و opposite in direction. تعالوا ناخد example، ما حدش يزعل. in any quadrilateral a b c d prove that a b plus DC يديني AC plus DB. أكبر الرسمة؟ لا أنا ممكن أكبر لك الرسمة على فكرة ثواني. طيب كده الرسمة أكبر شوية. إحنا عايزين نعمل بروف ذات يا جماعة إن AB plus DC equal AC plus DB. أولاً دايماً المسائل دي بتيجي حاجتين مالهمش أي علاقة ببعض. يعني دايما دايما يعني مثلا هو بيقول لك اي بي بلس دي سي، ده اساسا في حته وده في حته ثانيه. اي بي بلس دي سي ايكوال حلو قوي. يبقى احنا كده عمرو وصل لمعلومه ان احنا بنحاول نفسر كل واحد نفصصه، بمعنى يعني احنا هنا الاي بي دي لوحدها هبتدي اشوفها هي فين في التراينجل؟ أنهي التراينجل اللي هتكلم فيه؟ أوكي ما عنديش مشكلة. هبتدي بقى أفصص الـ AB، الـ AB دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ الـ AB دي أنا عايزة أفك الـ AB دي لحاجتين بلس بعض، فهرجع للرسمة. AB اللي هي مين بلس مين؟ اللي هي AC بلس CB. تاني أهو براحة. AB عبارة عن مين بلس مين؟ أولاً عشان تفك A B لازم تبدأ بإيه؟ لازم تبدأ بإيه؟ بلس حاجة تقفل ب B عشان تديك A B. تاني ثواني بس معلش، تاني A B دي عشان أقدر أفكها لحاجتين فيكتور بلس بعض لازم الأولاني يبدأ بإيه والتاني يقفل ب B عشان النتيجة تبقى AB، والتو لاترز اللي هنا يبقوا ايه؟ زي بعض، هما نفس اللتر. اوكي؟ فأنا هبدأ أتكلم هنا كده. يبقى أنا ناقصني ايه؟ سي. يبقى أنا AB دي فكيتها الاثنين. AC بلس CB. عايز تمشي بالدايركشن تمام أهو. AC بلس سي بي اديتك البدايه والنهايه. عايز تمشي كده اوكي، عايز تمشي كده اوكي بالطريقه اللي تحبوها. يبقى انا هنا يا جماعه فكيت اي بي لاي سي بلس بي سي بلس سي بي. طيب نفس الكلام الدي سي محتاجه افكها لحاجتين، ايه هما الحاجتين؟ دي بي. لا ما هو انا عايزه افك دي، انا عايزه اشيل دي سي وحط مكانها حاجه، فهتبقى دي في الاول، هتبقى دي دي بي ومين؟ بي سي. دي بي وبي سي. اوكي؟ طيب عندي حاجتين يطيروا بعض، البي سي والسي بي. ليه؟ عشان هما الاثنين اوبوزيت ان دايركشن، صح كده؟ فدول هيطيروا بعض. سي بي ايكوال نيجاتيف بي سي، هيطيروا بعض. فضل لي اي سي بلس دي بي اللي هو اصلا عايزه. طيب في طريقة تانية، في طريقة تانية إن أنا أفك الـ AB، يعني حد مثلا ما خدش باله إن هو يبص في التراينجل ده هيبص في التراينجل التاني، فيفك AB دي لـ AD وDB. فده
فبالتالي هيفك دي سي لدي اي والاي سي بس هيطيروا برضو بعض وهشتغل. If A B C D is a quad in which B C equal 3 A D. أولا المعلومة اللي فوق دي معناها إيه؟ parallel. أول حاجة B C equal 3 A D دي معناها إن ال B C parallel لل A D ومعناها إن ال B C not equal A D لأن ال B C 3 A D فnot equal. يبقى معنى كده الفجر ده ترابيزي. Actually لو شلت الجزء الثاني A C plus B D يديني 4 A D. لا مش هجيب 4 A D بحتة. هو احنا اكشلي هنعمل زي ما احنا عملنا في اول رسمه. اول حاجه هفك الاي سي دي بلس بي دي، هفك الاي سي لاي دي بلس دي سي، وهفك البي دي لبي سي بلس سي دي. معلش قولوا تاني. انتوا بتكملوا افتكرتكم عايزين نرجع دي سي. نرجع اهو رجعت. لا AC plus BD هاخد الـ AC لوحدها هفكها. لا AC هفكها يعني هشيلها هحط مكانها. بشيلها مش هكمل عليها. لا ما بكملش عليها، انا بفك الـ AC دي لحاجتين بلس بعض. يعني AC plus BA AD. ما انت دلوقتي يا روان هفهمك حاجه، هي اللتر قدامك اي سي صح؟ عايزه اشيله بس لازم ابدا بايه؟ ماشي واقفل 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 بي سي. برافو عليكي. اي دي بلس دي سي. اي دي بلس دي سي. انا بتكلم في تراينجل A D C. انت كنت بتقولي تاني ما خدتش بالي. ماشي خلاص فهمت كده الفكره. ماشي B D هفكها بنفس الطريقه، هتبقى B C plus C D. اوكي طيب مين هيطير بعض؟ ما انت على حسب، لو بداتي بالترينجل التاني يبقى لازم تكملي فيه، يعني زي مروان كانت هتعمل لازم بتكمله في ناحيه واحده، ما ينفعش اخد ناحيه من هنا وناحيه من هنا. اوكي عشان ما فيش حاجه هتطير حاجه. بالظبط كده، هنا في حاجتين هيطيروا الدي سي والسي دي. بالظبط كده، والبي سي اصلا زي ما ملك وهي واقفه قالت ان البي سي هي اصلا 3 اي دي، يبقى اي دي بلس 3 اي دي ادتني 4 اي دي. في مشكله؟ اوكي A B C D is a parallelogram. Its diagonals intersect at M. زي زي بيراميد أو هرم. N is a point in the same plane. Prove that إن A B A B plus A D تديني 2 C M. سوري plus 2 C M تديني 0. طب معلش يا جماعة أنا هرجع تاني شوية كده ورا. هو AB plus AD تديكوا ايه؟ بالراحة بس. AB plus AD. يا جماعة قانون الباراليلوجرام أنا عايزة الدياجونال كله. AB plus AD تديني مين؟ AC. AB plus AD تديني AC. لسه من 3 ثواني. الدي بي ايكوال الاي سي ايكوال بعض بس هما مش ايكوفالنت عشان هما مش نفس الدايركشن. انت بتتكلم على ايكوال ان لينث، انا دلوقتي بتكلم على فيكتورز، فلما تقول لي ايكوال يبقى لازم ايكوال ان ماجنتيود سيم دايركشن. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال انا كنت بشرح ايه من شويه؟ مش انا شرحت لك من شويه ليه AB plus AD تديني AC؟ على فكره انا قلت يا عمرو من شويه.
A B plus A D تديني A C. A D plus A B تديني A C. طب معلش يا جماعة A C D مش هي هي 2 M C؟ صح كده؟ صح يا روان؟ A C هي هي 2 A M أو 2 M C؟ صح كده؟ ماشي. يبقى أنا هنا بدل ما كتبت A C، خليني بس أقولها لكم دي كده، بدل ما كتبت A C أقدر أكتب إن A B بلس A D تديني، بدل ما أكتب 2 A C أكتب 2 M C، صح؟ طيب ممكن أدخل دي بالماينس، يعني تبقى A B بلس A D ماينس 2 M C. طب هو عايز ايه؟ نقلب الدايركشن، فدي هتبقى بوست كده. احنا خلاص كده احنا عملنا بوست للمساله، ماشي؟ طيب هنا 2 سي ام ايكوال سي اي، انا عملت سويتشنج دول، عملت سويتشنج لسي اي، فبدل ما قلت ان اي سي ايكوال 2 سي ام قلت ان سي اي ايكوال 2 سي ام بس. A C plus C A equals zero، فا A B plus A D plus 2 C M equals zero. عايزين تحلوها بالطريقة اللي أنا شرحتها، أوكي؟ شايف الأخر. Letter B، N A plus N C، N A plus N C تديني C تحت، C فين؟ تديني N B plus N D. فانا هتكلم في التراينجل، براحة بس يا جماعة، انا هتكلم في التراينجل ان اي سي، مين الام يا جماعة؟ مالها الام دي تعتبر ميد بوينت للاي سي، صح؟ الام ميد بوينت للاي سي، التراينجل اللي انت عملتيله شيدد في اي سي، الام ميد بوينت للاي سي. يبقى معنى كده ان ان اي بلس ان سي تديني 2 ان ام. ما هو عشان اقدر اوصل للي هو عايزه. انت لو قلتي ان هي ايكوال اي سي بس مش هتعرفي توصلي. بالظبط كده، عشان مفيش اصلا ايه، فهنا 2 ان ام. نفس الكلام هتكلمه في تراينجل ان بي دي، نمسح بقى اللي هنعملته. ان بي دي تراينجل الناحيه الثانيه بنفس الطريقه، انتوا عندكم ان ام ميد بوينت، ان بي بلس ان دي تديني 2 ان ام، الاثنين دول ادوكوا 2 ان ام، يبقى الاثنين دول ايكوال. بس هو احنا ليه قلنا ان هو 2 ان ام مش 2 سي ام او 2 اي ام؟ ليه 2 سي ام؟ ما ينفعش. A B C D is a parallelogram. E ميد بوينت اوف سي بي، وبعدين بيقول لي بروف ذات ان اي بي بلس اي دي بلس دي سي ايكوال تو اي اي. تعالوا نبص تاني، اي بي بلس اي دي بلس دي سي تديني 2 اي اي. طب تعالوا الاول، هو اي بي بلس اي دي مش المفروض يديني اي سي؟ صح كده؟ حلو جدا. طيب ايه علاقه اي بي بدي سي؟ يكون بعض، صح كده؟ طيب لو انا زودت هنا، لو انا زودت هنا دي سي، ليه زودت دي سي؟ عشان نبص فوق في البروف، هو عايز اي بي بلس اي دي بلس دي سي، فهنا عندي AB بلس AD بس، فأنا هزود هنا بلس DC، ماشي؟
لازم ازود الناحيه الثانيه زيها. طب ادي سي ولا سي دي؟ براحه بس. تاني انا عندي اي بي بلس اي دي دول هم اللي فوق بس ناقصهم بلس دي سي صح؟ هزود بلس دي سي هنا. ينفع ازود بلس هنا وما ازودش بلس هنا؟ لازم ازود. طيب انا بقى زودت بلس دي سي هنا وبلس اي بي هنا، فرقت معاكم؟ ما فرقتش. تاني انا دلوقتي عندي اي بي بلس اي دي ايكوال اي سي. رجعت ابص للبروف ده لقيتها اي بي اهي، اي دي اهي، ناقصه هنا واحده، ناقصه هنا مين؟ دي سي. هحط هنا دي سي، ما ينفعش احط هنا دي سي من غير ما ازود هنا حاجه. فزودت اي بي. يبقى انا عندي الليفت هاند سايد زي ما هو طالب، فاضل لي 2 اي اي. الاي ويك بوينت للسي بي. ماشي؟ تعالي اتكلمي في تراينجل اي بي سي. عندي الاي بي بلس اي سي تديكي ايه؟ صح؟ اي بي بلس اي سي تديكي 2 اي اي. لهذا السبب هشيل اي سي بلس اي بي دي واحط مكانها 2 اي اي. لو كنت عملت زي ما انت قلتي كنت هزود خطوه على نفسي ان انا ارجع اقول الدي سي دي مين ايكوفلنت ليها تديني 2 اي. فهمتي؟ سبتراكتنج فاكتورز. الحقيقه يا جماعه السبتراكتنج ليها رول بس انا ما بحبش رول السبتراكتنج فبشتغلها بالديفايدد. بمعنى ان انا هنا اي بي ماينس اي سي عملت سويتش وغيرت الساين. في حد زعلان؟ حلو. اي بي بلس سي اي ينفع احنا نعملها بلس؟ لا. ليه؟ لان لازم اللي في النص يكونوا زي بعض. انما هنا اللي في النص بي وهنا سي صح؟ طب ممكن نجيب دي في الاول ودي في الاخر؟ اهو السي اي جبتها هنا والاي بي جبتها هنا فبقت سي بي. بدل ما اقول لكم قانون السبتراكتنج احفظوه كده. ما انا ممكن اقول لكم ادي قانون السبتراكتنج احفظوه يا جماعه. انا ما بحبش بقى. اي بي ماينس اي سي ايكوال سي بي. ماشي. انا بحبها زي طيب دي بقى مسائل لطيفه. خلاص المسائل الغلسه خلصت يا جماعه. اللي جاي لطيف مش وحش يعني. لا 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 الباقي حلو والله العظيم بجد. If A B C D is a parallelogram in which A equal كذا B equal كذا C equal كذا D equal كذا. عايز اجيب ال value of X and Y. الطبيعي ان انا عارف ان ده parallelogram. يعني ايه parallelogram؟ Each two opposite sides are equal و parallel. يعني من حقنا نقول A D vector equal B C vector. ولا حد هيزعل؟ حلو. بنجيب ال A D ازاي؟ A D vector equal B C vector. بنجيب ال A D vector ازاي؟ يا جماعة القانون ده مهم جدا ما ينفعش ما تبقوش عارفينه. A D vector بتجيبوه ازاي؟ لا يا جماعة مش روت D minus A. أول درس خالص اديته في الجيومتري. أول درس خالص اديته في الجيومتري. A D vector اللي هو D minus A. B C vector اللي هو C minus B. قانون مهم جدا جدا جدا. تاني هنعوض بقى دايركت سبستيتيوشن. هتشيل الدي تحط مكانها 2y وتشيل الاي وتحط مكانها x1 وهتشيل السي تحط مكانها نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4. ثانيه حاضر وقفت. هعمل بقى الاكس مع الاكس والواي مع الواي. يعني هنا هقول 2 ماينس اكس وواي ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 8 ماينس 6. الفيرست بروجكشن ايكوال الفيرست بروجكشن. يعني 2 ماينس اكس ايكوال نيجاتيف 8 واي ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 6. وهطلع الفاليو بتاعت الاكس والفاليو بتاعت الواي. كمان واحده. اي بي سي دي از ا باراليلوجرام فايند ذا كوردينيت اوف دي. اي بي سي دي باراليلوجرام يبقى مين بارالل مين ايكوال بعض ايكوفلنت. اي دي وبي سي هجيب الاي دي ازاي؟
دي ماينس ايه اجيب البي سي ازاي؟ حلو قوي دايركت سبستيتيوشن، هودي هعمل 4 مع ال 7 وال 4 مع ال 1 وهودي النيجاتيف 2 النيجاتيف الناحيه الثانيه دي هتبقى بلس 2 ونيجاتيف 1، طلعت الاكس وطلعت الواي. حد عايز يسال؟ اوكي. A B C D is a quadrilateral in which A 1 with negative 2, B 9 with 0, C 8 with 4, D 0 with 2. Prove that in A B equal D C. هثبت ازاي ان A B equal D C؟ نعم. ليه؟ طب ما انت عندك رول الفيكتور، ما انت عندك A B تعرف تجيبها. لا. ينفع تجيب الاي بي، هتجيب الاي بي ازاي؟ لا يا جماعه مش ممكن، في نسبه ذكاء النهارده عاليه قوي. اي بي فاكتور يا جماعه بجيبها بي ماينس اي. والسي دي لا ارجعوا ذاكروا اول درس يا جماعه، اول درس خالص في الجيومتري انا شرحته وقلت لكم خدوا بالكم الكلام ده مهم. دي سي سي ماينس دي هيطلعوا الاثنين نفس الاوردر بير، خلاص طلعوا ايكو. طيب بروف ذات ان اي بي بيربنديكولار اون بي سي. حلو حضرتك انت عندك البي سي اصلا؟ هنطلعها ازاي؟ سي ماينس بي. حلو هجيب بقى زي ما انتم بتقولوا سلوب 1 او واي 1 اوفر واي 2 اللي هو 2 اوفر 8 تايمز 4 اوفر نيجاتيف 1، لو طلعوا نيجاتيف 1 يبقى هما بيربنديكولار. اللي هو الدرس الثاني في الجيومتري. ما فيهوش حاجه جديده لا. فور ام ماينس 3 اكس واي ايكوال 4 زد واي بلس 7 واي اكس. بروف ذات كذا. طيب اولا يا جماعه انا هخلي 4 ام لوحدها. دي اول ستيب. هخلي ال 4M لوحدها. وهو عايز ال M لوحدها. فوديت ال 3XY الناحية التانية بالبلس. طيب، في حاجة يا جماعة نعمل ينفع أعمل لها بلس؟ أولاً YX و XY. ينفع أعمل سويتشنج؟ وغير الساين، فبقت 3YX بالماينس. بالظبط كده، فهتبقى 4YX. هاخد ال 4 كومن فاكتور. زد واي بلس واي اكس تديك مين؟ زد اكس. اعمل ديفايدد 4 طلعت ام ايكوال زد اكس. يعني دي سهله ما فيهاش حاجه، هم كانوا اول كام اكزامبل بس اللي غلسيه. واحده كمان من الجزئيه دي عشان خلاص نخلص. 3n ماينس 2ab ايكوال 3cb بلس 5ba. هودي 2ab الناحيه الثانيه بالبلس واعمل سويتشنج. هتطلع 3BA اخد ال 3 common factor divided by 3 هعمل هتطلع N equal CA. ده سهل. في مشكلة؟